امبارح وقت التكريم اول ما اتقال اسم حضرتك القاعه يعني بقى التصفيق حار وشديد، احساسك كان ايه؟ اشكرك يا رب. انا طلعت وسمعت التسقيف مش قادره اوصف لك كان احساسي شكله ايه، وطلعت لقيت الهانم واقفه مدام انتصار وبتعمل ايديها كده، حسيت ان الدنيا كلها يعني بتحضني وتبقى فرحانه بيا. والناس بقى كانت تحت الحمد لله. ده يعني هو التسقيف استمر وقت طويل. ايوه. تقديرا لمشوار حضرتك ومحبه ليكي خالصه من كل الحضور، يعني سيدات ورجال، لان يعني كان في رجال حاضرين ايضا. يعني التكريم وقت ما حضرتك اخترتي بيه او يعني كلموا حضرتك قالوا لك ان هيتم تكريمك من قرينه الرئيس السيسي، احساس حضرتك كان ايه؟ احساسي ما كنتش مصدقه يعني بكتير جدا. اي وانت بتشتغلي ما يعني يدوكي شغلانه فيقولكي دي كويسه قوي، لكن انك تقفي وتستلمي وتاخدي درع لا لا لا، كان في حاجة يعني مطيرة عقلي.